السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة معنا خبر جميل جدا يا جماعة، السيارات الكهربائية. السيارات الكهربائية بتسير على 400 كيلو، جميل جدا. خلي بالكم العام المقبل هتلاقي السيارات الكهربائية مالية السوق. الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة IMUT واحد العلماء المصريين في الخارج، قال لك هيتم طرح سيارات كهربائية 4 أبواب زي اللي قدام حضراتكم كده، تناسب الجمهور العادي وبحجم السيارات المتعارف عليها. بتمشي بقد ايه؟ لمسافة 400 كيلومتر، فيها كل الكماليات، ممكن تسافر بيها وخلال النص الثاني من العام المقبل ان شاء الله، في اطار اتفاقيات بين احدى الشركات العالمية ووزارة الانتاج الحربي، عشان هنعمل مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية بالكامل في مصر. اللهم اكتب الخير لمصر يا رب. واضاف كمان الدكتور انه سيتم الانتظار لقياس الرأي العام لدى المستهلك المصري بعد ما يتم طرح السيارة الصغيرة الحجم وبعد نشر الشواحن الكهربائية في المحطات حتى يتم الاعلان الكامل. خلي بالكم، مضيفا ان السيارة الجديدة اللي احنا بنتكلم عنها دي من الحاجات الجميلة جدا اللي هتلاقي قبول ان شاء الله وهتلاقي اقبال عليها كبير جدا. وقال لك اللي ما فيش فيها عيوب، والسيارة الصغيرة الحجم دي هتبقى سعرها لا يتجاوز 170,000 جنيه، يعني مضيف ان السيارة الجديدة لا يتجاوز سعرها 170,000 جنيه، وهيكون بقى فترة ضمان 2 ضد عيوب الصناعة مثل السيارة الصغيرة. تمام. ايه كمان بقى؟ عشان كده وضح ان السيارات الكهربائية لا يوجد بها اي عيوب، ولا تلوث للبيئة، ولا تحتاج للزيت، ولا فلاتر للهواء، ولا ريداتير ليها خالص مفيش فيها، ولا تحتاج لعمرة او ميكانيكي، وكل ما يتم بها من صيانة هو تغيير فيوزات كهرباء او الاطارات. ده اللي بنسعى عليه، اللي احنا نصنعه في مصر. كلام جميل بس محتاج التنفيذ. هننتظر كل جديد واكيد عن السيارة الكهربائية اللي هتسير 400 كيلو في الايام القادمة. اي جديد ان شاء الله هتلاقوا عندنا في قناتكم قناة اجيال اندلس من وعاد، وقناتنا التانية الاساسية اجيال اندلس، قناتنا التالتة فوركيدز. انتظرنا في كل جديد واكيد، وشارك في القناة حتى يصلك كل جديد. السيارات الكهربائية قريبا في مصر. في أمان الله.